في تصوري أن الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتأسيس صندوق سيادي في كل دول مجلس التعاون، وقد يكون أكثر من صندوق. تقوم هذه الصناديق بالاستثمار وتنويع الاستثمار في مختلف الدول. ودعني أضرب لك مثل، الآن قطر صحيح أنه حجم اقتصادها قد يكون صغير، لكن قطر وضعت هدف بأنه بحلول عام 2020 ستستطيع أن تمول ميزانيتها الحكومية من عائدات الصندوق، وهذا إنجاز، يعتبر إنجاز جيد. طبعا المملكة العربية السعودية اقتصادها أكبر، احتياجاتها أكبر، لكن الآن مهم جدا التفكير في إنشاء هذا الصندوق، خاصة في ظل الإنفاق الكبير المتزايد في دول مجلس التعاون ككل. الآن السعر الذي تتوازن فيه الميزانية السعودية على سبيل المثال للبرميل من البترول هو سعر 95 دولار للبرميل، وهذا سعر مرتفع بكل الأحوال. معنى ذلك أنه لو انخفضت أسعار البترول عن 95 دولار فإننا قد نواجه عجز في الميزانية. لا نود أن نصل إلى هذا المستوى، لكن لو وصلنا له وكان عندنا عائدات من هذا الصندوق أو الصناديق السيادية السعودية، فإن ذلك سيوفر ضمان بعدم الاحتياج إلى أي سحب من أي احتياطيات، والتركيز على توفير ما يضمن رفاهية الشعب السعودي والشعوب الخليجية بصورة عامة. في تصوري أن لا زال الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية يمثل الأساس لتحريك النمو الاقتصادي، وبالتالي لا بديل من أن تحقق المملكة العربية السعودية عوائد تكفي لتحقيق معدلات نمو أعلى من معدلات النمو السكاني، حتى نضمن إيجاد وظائف للأعداد المتزايدة التي تدخل سوق العمل السعودي، تحريك القطاعات المختلفة، تنفيذ البرامج التنمية إلى آخره. فهذه لابد وأن نوفر لها ضمان بأن هنالك رافد إضافي سيوفر للميزانية السعودية أموال حينما تحتاجها، تجد أن هذا الصندوق سيدعمها بهذه الأموال. وفي تصوري أنه كلما استعجلنا في هذا كلما كان هذا أفضل لنا، نتيجة لعاملين. العامل الأول أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمات اقتصادية، الاتحاد الأوروبي يمر بأزمة اقتصادية، الولايات المتحدة إلى آخره، وهنالك فرص سهلة ورخيصة متوفرة حول العالم، فالآن هو الوقت المناسب لاقتناص هذه الفرص، والوقت المناسب لإعطاء المملكة قدرة تفاوضية، بمعنى آخر تستطيع أن تملي المملكة بعض الشروط حينما تشتري بعض الأصول. ليه؟ لأن هذه الدول التي تحتاج إلى هذه الاستثمارات ليس أمامها إلا أن تخضع لشروط الدول التي لديها التمويل ومن بينها المملكة، ولذلك هذه فرصة متاحة الآن. ودائما وأبدا قيادتنا الرشيدة تحرص على تحقيق كل ما يؤدي إلى نفع الشعب السعودي والشعب الخليجي بشكل عام، ونتصور أن هذه الخطوة ستأتي